لو الحكاية فيها إن فيتو. لا خلي فيه مساحة للتفاهم في الرأي، وخلي فيه روح للمناقشة، وكل واحد يقول وجهة نظره، وكل واللي يعني اللي يقدر يقول الثاني وجهة نظره ده هو ده الصح. لكن انا مش صح، انا مش قرآن. ودي نقطة ان الدستور ده فيه خلافات، الدستور ده فيه خلافات في 4 أو 5 مواد انا شخصيا مختلف عليه، تمام؟ بس في النهاية انا شايف ان ده عمل بشري، بشر هم اللي فيتو.